السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم جميعا. الفيديو ده يا جماعة في غاية الأهمية للأشخاص أو للزملاء الأفاضل المهتمين بتطوير اللغة الإنجليزية أو حتى ممارسة اللغة الإنجليزية أو أي لغة أخرى، وأكرر يا جماعة أي لغة أخرى من خلال الذكاء الاصطناعي. بمعنى يا جماعة إن إن شاء الله في الفيديو ده أنا بفضل الله هخلي الذكاء الاصطناعي هو معلمك الخاص، وكأنك استأجرت أو دخلت حصة مدفوعة مع معلم من دولة أجنبية ويعمل على تطويرك في اللغة الإنجليزية أو أي لغة أخرى. هل يمكن إن أنا أخلي الذكاء الاصطناعي يقوم بدور المعلم واستفاد بمجانية الذكاء الاصطناعي؟ نعم وبكل تأكيد، وده بقى الكنز اللي معانا اليوم إن شاء الله. وأوعدكم يا جماعة بالصدق كما عودتكم في هذه القناة الطيبة، ولكن أولا يا جماعة قبل ما أدخل في تفاصيل الكنز ده خليني أقول لحضراتكم أهلا بكم في قناة انفولوجي التعليمية. أنا محمد حامد، تابعوني. طيب يا جماعة، أول خطوة نبدأ نعملها مع بعض دلوقتي إن شاء الله وعلى بركة الله عز وجل، إن إحنا هنيجي نفتح بكل بساطة المتصفح اللي موجود عندنا على جهاز الكمبيوتر، ونيجي في مربع الكتابة ده يا جماعة ونكتب كما سوف أكتب الآن تماما تشات جي بي تي، وبعدين كلمة لوجن، وبعدين أضغط على مفتاح إنتر من الكيبورد. ممكن إنك تختار تشات جي بي تي وتروح على الأوفيشال سايت أو على الصفحة الرئيسية أو الموقع الرئيسي، ولكن خلينا نروح على كلمة لوجن مباشرة من هنا عشان ياخدني على صفحة تسجيل الدخول. طبعا يا جماعة دلوقتي تشات جي بي تي متاح فور فري، مجانا تماما تقريبا لكل دول العالم، فما عادش معضلة او ما فيش دلوقتي مشكلة في استعمال تشات جي بي تي. هضغط على كلمة ساين اب من هنا كده، تمام؟ لو ما فيش عندك ايميل، لما تضغط على كلمة ساين اب هيبدأ يجي لك الصفحة ديت. امشوا بس معايا خطوة بخطوة عشان هبدأ اعرف حضراتكم كيف ان احنا هنستعمل برنامج ده او الطريقة المميزة جدا معايا ان شاء الله. طبعا هنا ممكن تسجل بالايميل او تسجل باستعمال حسابات الجوجل كروم، ولكن انا طبعا سجلت من قبل فهاخد كلمة لوجن من هنا كده يا جماعة. لما اخد كلمة لوجن انت بقى يعني عارفين الطريقة، تمام؟ واسجل باستعمال حسابات جوجل كروم عشان انا اوريدي مسجل بنفس الحساب ده، واختار الايميل اللي انا سجلت بيه من قبل وابدأ ان انا اسجل دخول كما ترون الان. انا كده خلصت دور اللابتوب او دور الكمبيوتر، يعني هنيجي بقى دلوقتي على دور الجوال او الموبايل اللي في ايد حضرتك ان شاء الله، تمام كده؟ يبقى اول خطوه نروح على تشات جي بي تي ونسجل بايميل وباسورد، تمام؟ وتعرف الايميل والباسورد. بعد كده خلينا اعمل مينيمايز، اصغر الصفحه ديت وافتح سطح المكتب. بعد كده بقى يا جماعه هيجي دور الجوال او الموبايل، خليني بقى افتح البرنامج اللي من خلاله هعرض لحضراتكم الجوال بتاعي او الموبايل بتاعي. بالمناسبه يا جماعه البرنامج ده ممتاز جدا، اسمه اي باور ميرور، ممتاز جدا، يعني مزامنه في الحركه حلوه قوي صراحه على البرنامج ده، عجبني يعني. تمام، خليني يلا افتح من الجوال بتاعي وركزوا معايا وشوفوا الطريقه، ونبدا ان احنا يا جماعه نصغر الشريط ده من السهم ده كده، تمام؟ بعد كده هنعمل ايه بقى؟ هنروح على المتجر ونيجي في مربع البحث ده ونكتب تشات نفس الكلمه جي بي تي، واختار الاوبشن اللي فوق. اي واحد بقى اختارها تختار الابيض ده، شايفين ده اللي هو لونه ابيض ده تشات جي بي تي، حتى مكتوب تحته ذا اوفيشال اب باي اوبن اي اي اللي هي الشركه المالكه لتشات جي بي تي، لان انت هتلاقي كتير. لا انت خد اللي هو الابيض مش ده. هبدا ان انا احمله امام حضراتكم الان، دلوقتي جاري التحميل يا جماعه، بينزل بسرعه جدا جدا لانه برنامج بسيط. نبدا بقى نفتح مع بعض كده الايه البرنامج. هتسجل هنا دخول بقى، وده طبعا يعني الحاجه اللي كنت بقول لك عليها، انك تروح لازم تروح تعمل هنا حساب الاول. ليه؟ عشان هتسجل بيه دخول هنا بنفس الايميل ونفس الباسورد. انا هسجل باستعمال حسابات جوجل كروم واعمل كلمه كونتينيو، وابدا اخد نفس الحساب اللي انا سجلت بيه دخول على اللابتوب بتاعي او البي سي او الكمبيوتر، يعني ايا كان البرنامج اللي حضرتك بتستعمله ان شاء الله. هيبدا دلوقتي البرنامج يبدا يفتح معايا، اضغط على كلمه كونتينيو اللي تحت. وهنا بقى يا جماعه ياتي دور ممارسه اللغه الانجليزيه من خلال تطبيق تشات جي بي تي المجاني. شايفين علامه السماعة او الهاند الهيدفون سوري اللي موجودة تحت دي؟ اضغط عليه. لما بضغط عليها ابدأ اضغط على كلمة تشوز فويس من هنا كده. طبعا انا هقول لكم على حاجة، انت طبعا لو حابب انك تتعلم او تمارس اللغة الالمانية اتكلم الماني، الايطالية اتكلم ايطالي، العربية اتكلم عربي، الفرنسية اتكلم فرنسي، وهكذا اي لغة. ابدأ اختار تشوز فويس. Hey there. I've got a really great feeling about us teaming up.
How can I jump in and help? شايفين دي طبعا اصوات، لو الصوت ده مش عاجبك ابدا خد الصوت التاني. Hello, I'm really excited about teaming up with you and I'm all set to dive in. So how can I make your life easier? تمام يا جماعه، يبقى الاصوات دي طبقا لارتياحك انت، انت ممكن في صوت ما يكونش واضح كتير، في صوت اوضح من التاني وهكذا، ولكن خليني اشوف الاول ده. Hi there. I just want to share how thrilled I am to work with you and I can't wait to get started. So what هبدأ اخد الاول ده يا جماعة واضغط على كلمة confirm اللي تحت دي، تمام، وبعدين اضغط على كلمة ايه، كلمة اوكي. نبدأ بقى نشوف مع بعض. احنا دلوقتي يعني هنبدأ بقى نتكلم دلوقتي، انا هتكلم بالعربي وبالانجليزي وبكل حاجة عشان اوضح لحضراتكم الطريقة ان شاء الله. السلام عليكم يا ذكاء يا اصطناعي، ممكن تعلمني اللغة الانجليزية؟ وعليكم السلام. هل تفضل البدء ببعض المصطلحات الأساسية أم تفضل شيئا آخر؟ لا، افضل ان أبدأ بالمصطلحات الأساسية، ما رأيك؟ مصطلحات أساسية مثل hello تعني مرحبا و thank you تعني شكرا. جرب القول hello how are you. Hello, how are you? I'm doing well, thank you. How about you? Fine, well, and you? Great. It's well instead of will. Keep it up. Anything specific you want to learn or practice? Okay, I am so sorry for saying well, as you corrected it for me, it's well. Thank you for this information. Thank you so much. No need to apologize. You're doing great. If you have any more questions or if there's something specific you'd like to learn, feel free to let me know. Okay, keep up can the good you work. Please, can you please, sorry for interrupting, can you please prepare for me a plan from A to Z to start learning English and to be professional in? Of course. Let's start with the basics. One, greetings and introductions. Learn common greetings like hello and goodbye. Practice introducing yourself. Two, alphabet and pronunciation. Familiarize yourself with the English alphabet. Focus on correct pronunciation. Three, basic vocabulary. Begin with everyday words and phrases. Use flashcards for effective learning. Four, grammar essentials. Learn basic grammar rules such as verb tenses and sentence structure. Five, conversational skills. Practice simple conversations. Work on listening and responding. Six, reading comprehension. Start with easy texts and gradually move to more complex material. I want to say something, please. عايز خطة لاحتراف المحادثة، هل ممكن انك تساعدني؟ Absolutely. To professionalize your conversations, one, business vocabulary. Learn industry-specific terms. Familiarize طبعا yourself يا جماعة لو حضراتكم عايزين توقفوا الكلام وتبدأ كلام بس المس الشاشة، لما تلمس الشاشة هو يسكت وانت تسأله سؤال تاني. اوكي، I have a question. أريد أن أتدرب على المحادثة. أها، ترغب في ممارسة المحادثة؟ Yes. بالتأكيد. هل تريد من أن نتحدث عن موضوع محدد؟ تفضل أي موضوع؟ اوكي، يعني عن الرياضة على سبيل المثال. لا داعي للشكر. طيب ممكن نبدأ مع بعض محادثة بسيطة عن الرياضة على سبيل المثال؟ بالطبع. هل لديك رياضة مفضلة أو ربما تحب متابعة فريق معين؟ أنا أحب متابعة النادي الأهلي المصري. كيف تعتقد أن فريق الأهلي قد أداء في الموسم الأخير؟ أداؤه كان جيدا جدا، ولكن أريدك أن يعني تجيب على أسئلتي باللغة الإنجليزية. Your English is impressive. You mentioned the performance was very good. What aspects of their game do you enjoy the most? Good morning. Can you help me to learn English from A to Z by asking me some simple questions and so on? Good morning. Absolutely. Let's get started. First question. How would you greet someone in English? Again, please. I didn't understand. No worries. In English, to say hello, you can use the word hello or hi. Can you repeat one of those greetings? Hello. Hi. Perfect. Now, how would you ask someone about their day in English? What again? No problem. In English, you can ask, how are you? Give it a try. How are you? Now, how would you respond if someone asked you, how are you in English? Fine, and you? Great response. You're getting the hang of it. Next, can you think of a situation where you might use the phrase, excuse me, in English? Excuse me, can you help me? That's exactly right. If you have any more questions or if there's a specific topic, وهكذا بقى يا جماعه حضراتكم تقدروا تكملوا تسالوا اي حاجه، تقول له دربني على الـ على الجرامر، دربني على الفوكابس، دربني على الكونفرسيشن، دربني، اسالني وانا اجاوب وهكذا. المهم بقى ان انت لما تضغط على الاكس الحمراء اللي تحت دي كده اهي، بيجي لك هنا بقى كل الاسئله اللي انت سالتها له، شايف؟ يعني دي المحادثه اللي بينك وبينه كلها، زي ما حضراتكم شايفين كده، شايفين؟ يعني لما سالته بالعربي جاب لي بالعربي، لما سالته بالانجلش جاب لي بالانجلش، شايفين؟
شايفين معروض أمام حضراتكم. فأنتوا بقى دلوقتي يا جماعة يعني بالله عليكم ليه تضيعوا وقت في سماع فيديوهات غير مفيدة على اليوتيوب أو على منصة أو على أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي؟ أنا والله الطريقة اللي شرحتها أمام حضراتكم الآن يوميا يوميا لا يقل عن ساعة أحط الهيدفونز السماعات وأبدأ أتكلم معاه، أخليه يدربني على الجرامر، أخليه يدربني على المحادثة، أخليه يدربني على المفردات اللغة الإنجليزية أو أي لغة بقى اللي حضراتكم حابين إنكم تتدربوا عليها. ونصيحة يا جماعة، نصيحة حضراتكم يعني استفيدوا بالطريقة دي، ما تضيعوش وقت في شيء غير هادف وشيء غير نافع، واستغلوا الطريقة دي لأنها طريقة مهمة جدا جدا وممتازة وبسيطة ومجانية. ودي طبعا يا جماعة كانت يعني الطريقة اللي معانا اليوم. أتمنى إن أنا أكون يعني قد أفدتكم بشيء هادف نافع، أتمنى من الله عز وجل أن أؤجر على ذلك دنيا وآخرة وأن تدعموا هذه القناة بالاشتراك فيها. أشكركم كل الشكر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.